السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مش نوريكم الديفو اللي في الميجان ولا في الكليو دي سي ولا ميجان دي سي 1.5. فيها مشكلة نتاع الديفو. مشكلتنا عندنا انجكتور يتنفس. كيفاش نعرفوا الانجكتور يتنفس هذايا؟ نجيبوا شوية ماء. ونقولوا له اضرب المرايه ونصبوا الماء في جهة الانجكتور دي ماري. تسمع كي اعطي ضربه اضرب دي ماي تسمع كي اعطي ضربه اضرب دي ماي عندنا نمر واحد يتنفس نمر اربعه يتنفس اضرب اضرب هذا عندنا اللي هو رقم واحد من جهه الشان نحلوا الجعبتين هذوما علاش؟ لأن يضايقوا بعض. حلوها. نحيو جوج هذا باش نخسرش ما يتكسرش. أنا كلاسيك. نحيو زاد الخيط نتاع الشمعات باش ما نخسرهمش. نحيو الخيوط نتاع الانجكتورات باش يبعدوا علينا باش يوسعوا علينا المكان. اما زوز تورنيفيسات ولا تورنيفيس وصباع ولا فانس بوانت ولا هذوما نجيو نحوهم مع بعض نحوهم مع بعضهم يكون احسن باش ما يتعوجوش نحنام هكا مع بعضهم شو وصلوا علينا تو عندنا هذا رقم واحد يتنفس ماذا بيك الجعبة هذه متاع الرتور نحيها هي آخر حاجة باش المازوت ما يخرجش هواء ونجيبوا مفتاح اللي هو من تيبون هذايا اللي هو رقم أظني ما بالضبط رقم تي 45 ونجيبوا جعبة هكا صغيرة ونحاولوا نحلوا بالسياسة حليناها نحوها بالسياسة باش ما تطيحش هي الرندالة نتاعها ونحو ال فما حاجة ممكن ما يعرفهاش الناس كل ان كون هذا كي يخرج راه صعيب خروجه ساعات يكسروه ساعات يفسدوا على خاطره كذا ساعات نجمو نجيبو ذراع نتاع كريمير اللي هي البرا اللي تدور يمين ويسار في السيارة اللي هي تركب في الكريمير او اي موديل كلهم ستاندر كلهم كيف نجيبوها نحو لها الروتيله نتاعها نوحوها ما هي قديمه ونعمل لها فلتاج هنا تولي بسهوله تامه تركب هنا ونجيو هنا بمطرقه ولا باي حاجه ريبه صغيره هنا خاطر هكا شوي شوي مازالش نحيها تبعي توا هنا هذايا باش نحوه ولا نخلوه غاديكا باش المازوت ما ياخذلناش هواء برشا هو ما يعمل شيء لكن كي ياخذ هواء يولي يقلق بليد في الديمراج نحي خلاص خلي مش مشكلة خليه حتى خليه بعد تاني عاود نركبوه في الخدمة عاود نركبوه استنى تو عندنا اللي هي قاعدة تنفس هي الرونديل من داخل لازم تخرجوه هذه نحاول المفتاح اللي احنا حلينا به نحاولوا اذا كان نجم نخرجوا به نخرجوا به
حتى ما فيه سنون هو يشد في الرندل ما مختلفة نعطوها ضريبة صغيرة باش ما توسعش صغيرة بلاش حتى توسع تاني معاك تركبها كان نحيناها هذه بيدها هي اللي تتنفس هذيك لما تبدل هذه كان عندنا احنا جديد نبدلوها افضل ما عندناش باش نجيب بانو نجيبو شوية كارت حرش وننظفوها في بلاصة وين تركب منا ومنا اهو هذا اللي يسخ الكالكير اللي يخليها اللي يخليها تنا نجيبو نشوفوها كي تبيض كي تصفر تقول صفر ما عادش فيها كل البلاصة الكحل ماهي نجيو نشوفو هنا الداخل كيف ندخلو تنوي صغير هكا حاجة خفيفة دو بلاش ونعملو ضربة دوميرال في الفرف باش يخرج الوسخ نعمل ضربة دوميرال كيكة هنا ضربة دوميرال في الفرف نجيو نرجعو تو ثم حرف عالي شوية هكا في الرندال لازم يجي من فوق واللي هو مستوي قد هذاك يجي من اللطف نظفو بلاصة نزيد نكتب باش يشوفونا نظفو بلاصة شوية واحد باش ننظف ولا بروس بروس مثل هيك هكا حاجه هذه نجيبو نرجعو الرندل هذه الرندل نحاولو ننزلوها بنفس المفتاح اللي نحينا به باش ما تتقلبش لان عندها اتجاه معين حطوها كيما هي هكا نزلوها بالسياسة ونحط وخلوها غير نخلوه ديما دريت هذاك راكب باش ما يضيعش علينا الهواء نتاع المازوط ونرجعوا للانجكتور نتاعنا الانجكتور نتاعنا في الحواش نتاعو قاعدين مصين شويه نحاول ننظفوهم هذوما واشي هذوما ونرجعوه كي نرجعوه لازم نرجعوه في الاتجاه اللي يركب فيه الوحده هذه اللي هي جهه الخيوط من برا معناتها ثم كان الخيط كان الفيشه من برا قبلتك انت قبلتني انا والحرف ندخلوه هنا بالسياسه ونتبعوه الاتجاه اللي لازم يكون فيه موجود عكس المحام مش كما في المحام كما التركيب او نجيو هنا لل هذايا للبولون اللي حناه ونحطوهم دوب بلاش يعني بوانتاج دوب ما نحطوه شويه باش ما يطيحش باش ما نعاودو نكبسو بها هي على خاطر هي اطول ولا شوف حجم اطول ومن غير ما تقوى عليها باش ما مكانها ما يخربش ماشي ومن بعد نعاودو نرجعو الجاب نتاعنا اللي نحيناه نحاولو نبونتوهم كلها في نفس الوقت خلي هذي برك انت اللي تو احنا هذيك حليناها خاطر تنفس احنا مازلنا ما صلحناش العيب اللي هو في الانجكتير تو هذيك لقيناها تنفس باش نحاولو بالك تكون الديفو خاطر لازم تكون الرندالة نظيفة باش ما تنفسش خاطر ساعات احيانا ما تخدمش السيارة من نفس هذاك الموجود خاطر الكومبريسيون ضيع بريسيون تاع الانجكتور بريسيون تاع الموتور اللي باش يحرق المازوط ضيع فما نصلحو هذاك بعد هذه تو نكبسو من قبل ولا نخدمو الحلقة الثانية الحلقة الثانية كيفاش نصلح الانجكتور برا كيفاش نحو الانجكتور لا كيفاش نحو الانجكتور باش كيفاش نشوفو الانجكتور اللي هو سوا باوك اللي الموتور يخدم اما تو نحينا الانجكتور هذا خاطر صلحنا الرندالة نتاعو ممكن تنجح العملية نتاع الرندالة من غير تغيير ممكن ما نجحش كمان حتى شي ثاني نعاودو نحو الانجكتور ونغيرو واحدة جديدة هي المشكلة وين هي في نحال الانجكتور من مكانه
نحن كان يعني كثير من الناس يكسروه خاطر ما عندهمش اله ولا ادات باش ينحوا بها، وهي الاله بسيطه ما فيها شيء، اللي هي يعني الميكانيكي يقع عنده في الورشه مرميه ما عندها حتى قيمه. هذه نتاع الشماعي خلوط الشماعي رجعوه مكانهم ورجعوا خيط الانجكتور بيدو عنده خيط خيط الشمعه نتاعها لان نحيناها باش وسعت علينا المكان. رجعوا خيط نتاع الشماع نتاع الانجكتورات ونتوا باش نعملوا عمليه اذا كان فما شويه هواء في المازوت في الديزل باش نحوه شويه، نعملوا ضربه دمرار صغيره حتى اذا كان الانسان وحده خلي يضم الخزين شويه مش عامل ضربه دمرار. اضرب دمرار اضرب اضرب هذا مثلا نتحى الهواء نتاعو ما عادش فيه، وهذا نعاودو هذا هذا حتى هو شيء يز 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 بس تو نحاول نخدمو سيارة اذا كان خدمت معناتها العمليه كلها منفس. بمبيرة شويه ترمبه ولا لا؟ لا مش لازم، من غير ما تبمبر خدمه العمليه اللي كانت موجوده من نفسه تاع الانجكتور اللي هو كان يتنفس. نرجعوا هذا مكان ونرجعوا هذا مكان وتوقف في صب الماء ما عادش تفتيش، يعني العمليه نجحت يعني النبات السيارة ولا السيارة خدمت عادي ما فيها شيء. نعاودوا نرجعوا مكان واحد هذا ونكتبوه هذا الدور بتاع التربوط